عم نتابع فقراتنا. قبل ما ننتقل لعند جين كمان مره ضروري نتوقف انا وياكم، وبليز بليز اذا ما طلع لنا وقت من هلا لاخر عالم الصباح نقرا كل التعليقات، ما بيعني انه حدا يزعل وما بيعني انكم توقفوا مشاركتكم، لانه كل الاراء عم نقدر نقراها وعم ناخذها بعين الاعتبار وكلها مهمه بالنسبه لنا. مشان هيك كتار الردود يلي اجت اليوم بدي اتوقف مع وينها ضروريه جدا. غزل حجازي عم بتقول انا صار قصه معي من ايام المدرسه مع صاحبتي، ضربتها المعلمه وشدت شعرها وسحبتها على الارض لانه ما عرفت تقرا، وانا اليوم عمري 34 بس الحادثه هاي ما بتروح من بالي. وتخيلوا اليوم الي خوري اذا هالحادثه يلي هو عمره هلا 12 سنه اذا كانت رح تروح ايه اما لا من باله. عجبني تعليق كثير مهضوم من خالد نحفاوي عم بيقول انه المعلمه عم تحترم قوانين وزاره التربيه وما عم تحترم قوانين حقوق الانسان، تناقض انفصامي لمربيه الاجيال. في رورو فتال عم بتقول طبعا ضد الضرب، وبحال الولد تصرف بطريقة خاطئة وقلة تهذيب ممكن توجيهه بطريقة تربوية لأنه بالضرب مش رح يتربى، بالعكس ممكن تزيد عدوانيته، المفروض عقابه وفصله فهي غير أهل للتدريس. إذا هيدا بشكل كتير سريع بعض هيك ردود الفعل، وبعرف انه كلكم عم تستنكروا هالموضوع هيدا. فورا رح ننتقل لعند جين. صباح الخير جين. صباح النور. كيفك اليوم؟ مستنكر يا ما بعلق يا ما رح اقول لك شو موضوعنا اليوم اذا ما كنت عرفتي. اللي خوري مش بس المعلمه ضربته، خلت التلاميذ اصحابه بالصف يضربوا. عيب يعني ما بعرف اذا عندها ابن تقبل بهذا الحكي، ويا ريت اللي في حدا هيك عم يسال انه اذا عنده اولاد وخيو. في معلمات ما عندهم اولاد، يا ما عالم بعرف ستات ما عندهم اولاد بس كثير بحبوا الاولاد كانه اولادهم. سو واحدة على مليون ما بفتكر يعني لازم نعمل لها قصة. حتى هي الفكرة انه نعمل قصة ما يصير في اي تكرار لهالموضوع. حتى هلا يعني دائما نحن بنحكي بالميك اب شو دارج 2014 بالتياب بالموضة، بس كمان صار في بالاخلاق، يا ريت نرجع على الاخلاق المضبوطة الاساسية، واكيد على التربية كمان تقدمت، صار في بسيكولوج إذا في مشكلة إن كان المعلمة يما التلميذ في بسيكولوج بالمدرسة يحل هالمشكلة. طبعا يعني على أمل أنه ما ترجع تتكرر، وأنه إلي كمان ما تكون هالحادثة هاي يعني تاخذ له من درب مستقبله، لأنه هو متأثر كثير بالموضوع ورح يكون معنا بعد شوي. هيدا إلي؟ كان برا؟ ياي كان بوظته، شفته هلا انت وظاهره يلا. هلا موضوعنا كثير حلو مهضوم لكل الستات، هلا لكل الستات اللي بدها تتجوز تعرف من هلا، وبلاس اللي تجوزت وما حبلت كمان شو ناطرها، وبلاس اللي تجوزت وحبلت وعندها مشكله كيف بدنا نحلها. هلا اول شيء بدي اعيد اجيال هون بدي اعيد كل المشاهدين لانه انا بكره مسافره ما حكون معهم جمعه الجاي على الهواء، اكيد على عمان عيد مع جوزي وعائلته ومرت عمي اهم شيء. كثير مهم على العيد فاتحين بصيدا وبالجميزه وكثير في كادويات، وسمعت من العصفوره انه في كثير ناس جايين للبنان، سو ان شاء الله يكونوا كتار لانه كادوياتنا كتار، الريستورانات، الاوتيلات كلياتنا ناطرين. ان شاء الله هالايامات تكون ايامات لبنانية اعياد عن جد لبنانيه وغير لبنانيه ان شاء الله. اول شيء عم نحكي اليوم عن البطن، يعني بتعرفي من بعد ما الست تخلف كيف البطن بيصير. في كثير ستات بيتعقدوا، في كثير ستات بكافحوا يرجع مثل ما كان، واكيد اكيد هلا هي الاكثريه يعني قليل يلي بتقلك انه انا ظهرت من المستشفى رجعت لبست ثيابي وكانت كثير طبيعي. هيدي بتعقد يعني، بس هيدي بتعقد قليل يعني ما حدا يتعقد لانه كثير نسبه قليله هالموضوع. 100% حنشوف كيت من بعد ما خلفت البيبي بتشوفي بطنها كانه بعد في بيبي، اور بطمن كل الستات انه 3 ل6 شهور تيروح هيدا البطن. هلا اكيد اكيد مش لوحده حيروح، اذا من رضع بزم بسرعه، الاوتيريوس دغري بياخذ محله بضوب، سو كثير بحبس كثير منيح للولد. ما نفكر انه حيشط الصدر لانه
هو شوي بيتغير، نرجع بنظبطه عنا بالانستيتيو ما في مشكله. بالعكس بالعكس بس كثير مفيد للجسم ان كان للام يما للولد. دونك اول شيء ما نفكر انه بدنا نطلع من المستشفى وبعده البطن انه شو صاير، اكيد بينزل كم كيلو، بينزل شويه مي. هلا تدريجيا دائما بنقول تدريجيا، نعرف البريجنسي من بعدها كيف بيدوب وبده وقت تيدوب، يعني من بعد 3 شهور بنشوف صار احسن. كيف يصير هيك؟ في كثير مراحل، يعني فينا نقول بالسبور، فينا نقول بالاكل الصحي، حتى لو عم بترضيا دائما كارلا بتقول كله ما تاكلوا قد 2 بس بذات الوقت قد 2 هيدي بيتحججوا فيها قيمات الحبل. هلا خلص صار في عندنا توعيه كامله للست كيف تحبل، كيف تحافظ على جسمها، وبذات الوقت بعد الحبل كيف تضل فيها المينرالز والاشياء الصحيه اكيد تدب بسرعه. ضروري نعمل سبور كمان. هلا وقت الحبل بيكون في فيرجيتور ستريتش مارك اللي هن هيدول التشققات. هلا بنصح كل الستات يبلشوا من اول نهار عرفت انها حامل تبلش كريم يما زيوت طبيعيه من الالمن اللوز. زيت اللوز فيكون من السوبر ماركت من الفارماسي يما عنا بالانستيتيو. هلا في كثير اشياء للستريتش مارك مكتوب عليهم ممنوعه للبريجنسي، هاي كمان انتبهوا لها لانه بتكون ممنوعه اكيد ضروري ما نستعملها. نضلنا على زيوت زيت الالمن اللي هو كثير ما بفوت، ما بيأذي، ما بيزعج البيبي. هلا من بعدها من بعد ما يصير في ستريتش مارك، في نوعين من الستريتش مارك، فيكون احمر وفي بعدين يصير ابيض. اذا احمر وما عم نرضع فينا بالفوتو ريجوفينيشن نخلص منه لل 50%، يعني يخف كثير 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 منيح. اذا عم نرضع بنفضل بس الكريمات، بس مثل ما قلت الكريمات كثير مهمه. ما تفتكروا في كثير ستات بيقولوا لي استعملنا وما استفدنا، لو ما استعملوا ما خف بالقليله 10% 10 ل 15%. سو الكريمات كثير مهمه. من بعدها وقت يصير ابيض وصار لون وقت، هلا في دكتور قولي معي اي بي ال انتنسبل سلايد جاي من الدنمارك خصوصي لعنا شهر الجاي، حنعمل باكجينج اللي هو هلا اخر اخصى كومبينيشن فوتو ريجوفينيشن بلس الاف اي 2 بلس نوع من الاسيد تريتمنت جايبينه جايب لنا اياه معه بلس في عنا كريم بالبيت تستعمله. هالفور كومبينيشن بيصير من 50 ل 80% الريزلت بيرفكت. هلا في عنا بدنا 10 اسامي يتصلوا على الانستيتيو هلا، بس اكيد نحن حنعمل لهم هيدا تريتمنت ببلاش، بس اكيد مهم يقبلوا نصور ناخذ منهم حديث بيفور وحديث افتر. وساعتها اكيد انا من النوع اللي تومه، يعني لازم نفرج الستات انه شو صار ونعمل باكج. هلا اكيد الباكج نحن بلبنان مجبورين نتقيد بالاسعار اللي موجوده بلبنان، يعني اكيد بيكون برا 5000 دولار بيكون نحن عندنا 1000 دولار. سو الاسعار حتكون كثير معقوله. من بعد ما نعمل هيدا التريننج مع الدكتور اللي حيجي ان شاء الله ان الله راد لكن هيدا الشهر الجاي ان الله راد. هلا بنعرف البطن، البطن من بعد ما نخلف من بعد ما نضعف كثير 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 ما بتسكر، يعني بعد في كم سنتي. هلا ما بنصح وقت يكون هالقد يروح على اللايبوسكشن، لانه اللايبوسكشن اوكي تنزلي هالكم فات اللي عم نشوفه، بس للاسف اذا اخذنا كم كيلو عم بيروحوا غير محل، يا عم بيروحوا بالظهر بالوراك بتحس الخصر بالخصر لورا. سو بنصحهم بالكافيتيشن اللي هي بثلاث جلسات بيروح هيك بطن. هلا عاملين اوفرات وبلاس في كريم خصوصي بياخذوا على كل جلسه كادو معه الكريم، يما الكريم معه جلسة كادو. سو هيدا البطن كثير هين يروح. هلا اذا بدنا نشد بعدين يطولوا بالهم يعني شوي تحت. ما هو بتعرفي هلا انا من النوع وقت احبل ما بشتري تياب جديده قياس اكبر حتى اقهر حالي، بضلني البس تياب الحبل لحديت ما ارجع مثل ما كنت، بضلني اقهر حالي انه ما بدي ارجع مثل ما كنت. وتاتشوت من وقتها ما تجوزت لهلا بعدني كقياس وكسنتي وكوزن، مع انه شو
46 لل 20 سنه، شوفي الفرق، فيك تحافظي. الاكزرسيسات كثير مهمه، اذا بنشوف هيدا الاكزرسيس للمعده بنكون اذا كل يوم اشتغلنا هيدا الموفمنت بدك تقولي اربع مرات، كل مره 20، فيك تاخدي بطن قاسي وابدو كثير منيح. للي مثل ما قالوا جلادي بيعملوا فيرمينج عندنا بالانستيتيو، كمان في عليه كافيتاسيون كادو، بيعملوا 10 جلسات، بنكون عم نشد العضلات من جوا ومن برا، لانه بنعرف بهيدا الموفمنت عم نشد العضلات البرانيه، بس العضلات الجوانيه بدنا الكتريكال ستيميليشن كثير اقوى، حيكون الريزولتا كثير احسن. من بعدها في عنا كمان مشكله بنعاني منها اللي هي السيكاتريس. نعرف من زمان كانوا يعملوا السيكاتريس تبع وقتها بدهم يطلعوا البيبي سيزاريان بالطول، اكيد هلا بطل الدرجه، بس كل الستات اللي بعدهم معقدين من هالسيكاتريس. اذا بعدها يعني هالقد قديمه؟ اذا في شيء قديم ممكن نتخلص منه؟ اكيد اكيد اكيد، يعني في ست اجيت من بعد صار لها 10 سنين عندها هالسيكاتريس، دكتور رضوان مشموشي عمل لها الاف اي 1 تقريبا خفت 50%، يعني صارت تلبس دو بياس على البحر بدون ما تتعقد. برافو. كمان غير السيكاتريس في عنا اكيد سيكاتريس بالطول، سيكاتريس بالعرض بكلياته، هيدا البطن طبيعي يكون بعد الحبل، طبيعي 100%، سو ما فينا نقول انه يعني كل حبل في له، بس كيف يرجع في كمان له تريتمنت. هلا هيدي تريتمنت بهيدا بس هالفات الصغير بجلستين كافيتيشن وفيرمينج في يصير هالقد دغري بيروحوا. يعني حتى نحسب لك اياه هون تقريبا قد ايه؟ شيء $500. واحد بيرجع هيك على السريع بدون لايبوسكشن، بدون وجع، بدون شيء، يعني ما في شيء بيأذي. لاباريات من ايطاليا ومن من سويسرا، سو 100%، والبنات فيزيوثيرابيست وديتيتيشن. هلا كيف افون وابري في يكون شيء بيطير العقل؟ ايه هيدي الصوره فينا نرجع هيك، اجت ست لعندي وقايا هي الصوره مضبوطه؟ هيدي هلا هي مش صوره طلع، لا هيدا حلم كل ست حامل ولدت، ان كان ولد يما اثنين يما ثلاثه يما اربعه ترجع هيك. ايه لانه انا شاهده على ست السعوديه اجت لعندي عندها اربع اولاد عمرها تقريبا 30 سنه، كان بطنها هيك، هلا كان عندها هيك كانت، انت بتقولي بدها شي سنتي تشيل؟ اذا هيك؟ ايه اكيد لا. لا بس برضه قد ما نيقه ولا عامله عمليه، كليته بالسبور، بالاكل، بالتريتمنت، اكيد عملت اندرمولوجي كم شغله، مش عنا ما بعرف وين، يمكن سويسرا لانه كثير بتسافر. مهم عملت جلسه كافيتيشن نزلت 2 سنتي، وكان في البنطلون جايبته من باريس ما كان يسكر سكر. برافو، حققت حلمها مع البنطلون. اكزاكتلي. هلا البرومو تبعيت الاحد كثير حلوه، لانه هيدا الشهر حيشوفوا ميك اب شو دارج 2014 اكيد، كمان مع دكتور رضوان مشموشي استشاريه دكتور شو رايه بمشكله وكيف بنحلها، واكيد تريتمنت بالانستيتيو. حنشوف البرومو تبع ست من بعد الصيفية لازم تعمل تريتمنت، لأنه بالصيفية جلدي كتير بتتعب. هيدا التريتمنت معروف انه فيتامينج، بيعطي فيتامين سي، في بقلبه أسيد، ترهل بالوجه وبالرقبة ببلش عند الستات بعمر ال 35. الالكترو ستيميلاسيون اللي هي عبارة عن ليفتنج عم تكون نتائجها كثير فعالة بهالموضوع. هيدا على السريع
تفاصيل لنهار الاحد عندنا الموضوع هيدا 11 الصبح و10 ونص بالليل. هي ذات الحلقه لكل يلي ما بيقدروا يتابعوها. ميرسي لك جين، عاد عليك من هلا لكان. ميرسي. ومثل ما ذكرتي اللي حابين يستفيدوا من ايامات العطل اذا كانوا بلبنان او حتى جايين من برات لبنان بيقدروا يتوجهوا لعندك لانه انتم موجودين بالانستيتيوت بجميزه وبصيدا. بجميزه وبصيدا. كمان مره رح ناخذ بريك ونرجع نتابع فقراتنا مع اولادي بالدنيا.